لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اله الا الله محمد، لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا مشاهدينا متابعي قناه شوف كيف، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطوط مدينه الدار البيضاء. كتواجدوا في المنطقه ديال الحي المحمدي مدينه الدار البيضاء، يعني كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، الحاله المزريه اللي امامنا صراحه يحز في القلب ان نشوفوا هاد العائله ولا هاد الاسره هادو بوليداتهم كينعسوا في الشارع. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، هادو ضحيه ديال الثقه العمياء في بعض الاشخاص، في بعض الناس اللي كانوا ساكنين عندهم، يعني ما عقلوش عليهم وخرجوهم الزنقه بعد ما في الاشهر الاولى ولا الاعوام الاولى كانوا كيخلصوا لهم الكرا. من بعد ذلك قابلوا لهم خوهم وقالوا لهم الفلوس اللي غتعطيونا الكرا خلصوهم على خسروهم على خونا. فكيتفاجئوا اليوم بدون تسلم ديال الافراغ، بدون تسلم ولا وثيقه، بالامس جاوا السلطات وخرجوهم من الدار، يعني حتى حوايجهم باقي لداخل، حوايجهم باقي لداخل. يعني كيف ما كتشوفوا معنا عندهم جوج وليدات، هو والزوجه ديالو كينعسوا في الشارع، وليداتو كيقراو، ما بقاوش نقاطعوا على الدراسه لحدود الساعه. فتفاصيل مؤثره غادي تعرفوها معنا مشاهدينا الكرام على لسان هذا الشخص هذا، هاد ضحيه ديال الثقه العمياء. خويا بسم الله، تعاود لي من الاول كيفاش سكنتي عندهم وكيفاش خرجوك من الدار؟ خويا كنت ساكن غير هنا قريب. اول حاجه الدريري كان باقي صغير مرض ليا، اول حاجه مرض ليا حيت السكنه اللي كنت ساكن فيها كان كيتخنق فيها، قلت انا ما فيهش ما مهوياش. الدراري هنا كيعرفوني بزاف، قالوا لي كتقلب على السكنه، قلت لهم ودي ايه، قالوا لي راه كاينه واحد الدار فيها واحد السيد كبير ومريض، بغيت تجي. فدار فيها سيد كبير ومريض ولا ولد لا بنت، اللي يديك اللي يخليك، بغيت تجي تشكري عندنا عدة الناس هادو وتكون عندهم مرحبا. دابا ملي جيت دخلت وسكنت عندهم شويه ولاو عاطيني مسؤوليه، يعني ولا تا هو بحال واحد من ولادي. كنهزو دي حشاك الطواليط، كندوش ليه، كندير ليه ليكوش، مهم بحال واحد من ولادي. هز خويا يعني بحال واحد، بحال واحد من ولادي تا هو الله يرحمه. هادشي شهد بيه فمه قدام عائلته، منين تيجيو يشوفوه هما كيجيو يشوفوه، حتى كنبقى نصوني 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 على شهر ولا شهرين عاد كيجي. اللي كنت مقابل؟ انا اللي كنت مقابل والله شاهد عليا. شحال مدة وانت ساكن عندهم؟ مدة 5 سنين بالضبط. 5 سنين وانت ساكن عندهم؟ 5 سنين. كنت كتعطيهم في الاول شي حاجة كتخلصهم؟ هذاك الشيء اللي قالوا لي اللي كنت كاري به غتخلصنا به، هو اللي كردنا البال لخونا شوية، ولا تقول لي لا صافي هذاك الشيء اللي كنت تعطينا شدوا صرفوا على خونا وتهلا لنا في خونا، بحال داروا لك ديك اللعبة ديال الأجرة. يعني فعلا بحال وليتي كتخدم في الزنقه وكتخدم مع هذا السيد اللي الله يرحمه كان مريض. هو مات؟ مات. امتى مات؟ مات تقريبا اخويا تقريبا شي عامين دابا ولا عام ونص. ناضوا الورثه اخويا ملي مات هذاك السيد اش داروا؟ بغاو يبيعوا الدار. بغاو يبيعوا خاصهم الحاجه الوحيده اللي غادا تسلكهم هما يخرجوا هذه الاسره هذه يلوحوها في الزنقه بحال ما هكا. جا الامن اخويا ما نخرجش. سلمت حتى الافراغ؟ ما تسلمش الافراغ من هادشي. واحد كان كيجي قاضي العون تيقول لي شوف راه شنو دوك الناس راه داعين خصك تخوينهم دارهم. اما باش يجيني شفويا شاف لا كيجيب لي واحد الورقه، ولكن هذيك الورقه من كنديها كنسولها كيقول لي هادي راه ما خدامه حتى شي حاجه. هذا المعنى هذه الورقه هذه ما خدامه حتى شي حاجه. وسولت البارح فاش خرجوني سولت ناس ديال القانون قالوا لي شوف الا ما سلمتيش شي ورقه كدل من عند السيد الوكيل الملك ما خصكش تخرج. يعني وثيقه قانونيه بالافراغ وكتسيني فيها. وكتسيني فيها انا ما سينيت شي ورقه لشي واحد البارح بعد اصلا فاش رموني الزنقه، وما عمر شي ورقه جاتني من عند الوكيل الملك. هي جوج الحوايج صافي، جات امن جا تقريبا بين 16 ل 20 واحد في هذاك الشيء مخلط الامن مع السلطات المحليه. ترى كان تفاجات ما فهمت والو، ما توقعت السيناريو وما فهمت والو. انا لحد الان باقي مصدوم لحد الان. صدمه عندك زوليدات باش شدوا الدراري لبسهم وارش كيرم صافي، وقالوا لي غتهز ليهم مانطا
وتهز ليهم وساده وخرجوا. هز ليهم مانطا وساده قلت لي باش من القانون الشاف غادي نخرج دابا وانا عندي جوج وليدات وما عطيتوني لا مهله باش نخرج لا كيفاش نقلب على الكرا. ما عقلوش والو خرجوا ماشي حسيت ما نكذبش عليك ماشي تحقرت فكرت على هادو ما نكذبش عليك. جويدات دابا ما مشاوش من دراسه يعني يومين ما مشاوش من دراسه. فين يمشي فين يمشي؟ لا اله الا الله اقول يا فين غيمشي؟ ناس باش تقول لك الناس هذو اللي ظلموك وحقروك والله ياخذ ثاني بخوهم حتى الله ياخذ فيهم الحق كاملين واحد واحد. هادشي اللي كنطلب من الله واليوم جامعه والشهاده ديال الناس دير من راس الراس الناس اللي تربوا من التصلوبين يعني هما كانوا الله يرحم الوالدين طيب. الناس مساكن النعاس ما بغاش يجيهم. لا اله الا الله علاش اسفوهم هاد الوليدات هاد يعني اسفوا فيهم الدراري. لا اله الا الله محمد رسول الله رحمه بلا شفقه. انا جيت فجاه وتعاطفوا معايا وتعاطفوا معايا الحمد لله الناس كاملين. جيت فجاه لقيت في حادثه سينيه هادشي جيت على غفله. اي على غفله لا حول ولا قوه. ما عندكش فين تمشي فين تمشي خويا الله وريني. حتى الكرا ما بقاش دابا هذا هو المشكل الكبير الكرا ما بقاش كتقلب فين ما سولتي تيقول لك عامر. انا لقيت شي جبيت خاوي شحال غيحسبوا لك 30 34 بيت هذا بيت واحد. انا الكرا ديالي الاولاني كنت كاريها ب 600 درهم وقانونيا كنت كنعطيها لهم في الاول شويه تقريبا ما بين 6 شهور 8 شهور واحد شويه ملي شافوا خوهم شد الارض كاع يعني انسان كتولي تهزو ما بالك كتولي تهزو بنادم وكتشدي حاجه يقضي الحاجه ديالو. هما اللي داخلين مابقاش تخلص. داك ما تبقاش خلاص تقابل خوك. يعني هادشي عادي. كيفاش دايره الحاله ديالك من ورا فاش طرا هادشي؟ خويا شنقول لك من البارح وانا مصدوم. بتو البارح في الزنقه؟ البرد. البارح الشتا ماشي على البرد. كانت الشتا البارح صبات عليكم الشتا وليدات صغار. باقيين حويجات مع عمر بالغيز دابا. باقيين حويجات. الضفاشير ديالهم. صافي داكشي بحال قلتي الدهور صافي كنشوف انا عينيك مغرغرين. واش غدير اخويا واش غدير؟ ما بقيتش الغالب الله لا حول ولا قوة الا بالله. كتقول الناس مسؤولين السلطات المحلية الناس محسنين كتبغي منهم رسالتك ورسالتي اخويا اللي غادي تعاون ليا مع وليداتي الله يشد ليه في وليداتو صافي. اما هذوك الناس ديال الامن اللي خرجوني البارح هذوك راه لا سماحة عند الله وما في راسك والو داكشي جاك على صدفه. ما شتي وقيت ماشي تقريبا شي الوحده يا النهار وحده. دابا ملي نسمع الدقان بزاف السطح تنطل كيبان لي البشر بزاف دابا المشكل كبير هو المخزن. ملي جاو جابوا الطوموبيلات ديالهم هادي خزنهم هنا في الدوره باش انت ما تفهم والو داكشي ديال بحال مدروس. فهمتش انا هاد الناس شغل عندي علاش دابا نبقى نشرد انا وليداتي ياكلوا في الناس في الزنقه علاش؟ ماشي مسلم انا واشنو درت من غير الخير في خوهم شي حاجه اخرى؟ كيف ما كنقولوا الخير رجع لك بو مزوان. الله يرحم الوالدين. الخير رجع لك بو. الله يرحم لك الوالدين. وقلت لهم منين جابوني هنا قلت لهم واش غديروا معايا شي ورقه؟ اش يقول لي؟ حتى الغدا كيتهربوا حتى لبعدو حتى الغدا حتى لبعدو شويه مابقاوش كيبانوا لي كاع كيتهرب. تابع لي خوهم شد فراش مره صافي يعني بنادم كتولي ناعس وكتسمعو كيخر كيخرج واحد الصوت ديال الموت. حيت انا فايت في هادشي شايف هادشي عده حالات. هو بنادم الو السلام عليكم لاباس بخير جي شوف خوك راه الدنيا هادي الله يرحم لك الوالدين. منين جاو تا الاخر المطاف قلت لهم خاصو يمشي للسبيطار هاد السيد ما خصوش يبقى معلي وحدايا هنايا غدا ولا بعدو يموت وتقول ما قلتي ليناش ما درتيش لينا نولي انا في شي حاجه اخرى. تولي فين وجهين طالعه قايت عليهم بزز صحه تشدينا الميروز نور جبد لك البلايك ديالو السيد فيه الله يسر. الزوجه ديالك شنو والزوجه ديالي تي راه حاكمه صابره الحكم الله. دوي 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 خليت بالك صافي ما جبت كيما والو السيد هضر ما كتهضر. لا اله الا الله ما كنطلب وليداتي فيها غير شوز بيعوك قالوا لي انا غلطت خويا هالي دار
ضاعت اخويا وغادي اللي ضاع وانا ما ضاعش. نعيش في الزنقه نعيش في النعش هما اللي ضاعوا. طفي وليت هادشي بزاف. ما كنتش كتوقع انك واحد النهار انا غير ما درت في الزنقه حياتي. هذا مكتاب ديال الله وهاد الناس هادو الله يوفقهم. الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ فيهم الحق. كنطلب يتعاونوني. ان شاء الله غيعاونكم. ان شاء الله غيعاونكم. ديك يقول لك راه جاي اللي كاين. راه كلشي باين واضح. انا جيت وشفت حتى الناس هنايا الجيران خبرونا بكلشي. حتى ولادي ما كيبغيوش ينعسوا بالزنقه راه بالدراهم. لا شوف هاد الناس هادو اللي عطاهم الحق. الله ياخذ فيهم الحق. ما كنسمح لهم في الدنيا بالاخير. شكرا لك اختي. امين اخويا شكرا. رسالتك الاخيره للناس المحسنين الناس اللي عاونوا. ورسالتي اخويا الاخيره اللي عاون اللي في قلبه الرحمه وغيتعاون معايا. تنطلب من الله يعاونو حتى هو. ماشي ماشي علاش. الرقم التليفون ديالك حافظ. حافظ 06 76 50 29 53. عاود عليا 06 76 50 29 53. دابا شي 9 ايام ولا 8 ايام شوف سبحان الله العظيم بحال كنت حاس حتى الخدمه مابقيتش مشيت ليها. فين غتمشي؟ غتخلي هادشي مليوح هنا وتمشي؟ اقول لي واش ملي غتمشي غيبقى الضمير ديالك مع الخدمه ولا مع هادو؟ شويداتك عايشين عايشين في الشارع. الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين. راه كبدتك هادي وعائلتك ولا حول ولا قوه. وباقيين صغيورين كنا كانوا قاصحين. شحال عندهم من عام تقريبا؟ كبير عنده شي 8 سنين. اييه. واللي صغير منه عنده 5 سنين. ضيعوهم حتى في مدرستهم. كلشي ضاعوا فيه دابا. شتير محطوطين انت تقولي سير المدرسه تيقول لك لا بابا فين غيمشي يا بحالك غيمشي من الزنقه للمدرسه ومن المدرسه للزنقه وداكشي اللي شافته هو البارح تخلع داكشي اللي شافه واخا ما عارفوش تخلع طبيعي الحال راه يتخلع باقي صغار لا اله الا الله محمد رسول الله طيب نمشي انا واحد الرساله سير الله يرحم لك اذا مشاهدينا الكرام كيف ما تبعتوا معنا الحاله ديال هذه الاسره هذه اللي خرجوهم من الدار اللي ساكنين فيها لمده ديال 5 سنين يعني كيف ما كتلاحظوا معنا انا والله القاسم هاد الناس هادو الا بقاو فيا بزاف يعني كيشوفوا الشكير ديال وليداتهم وليداتهم انقطعوا على الدراسه البارح البرد والشتا وهما بناعسين في الشارع شوفوا الصينيه فين حاطينها مساكن يتعاونوا معاهم غير الناس الجيران ما لقاو ما لقى جهد لوليداته ما بقى لا خدمه ما عنده لا حنين لا رحيم بعد ما كان مقابل لهم الاخ ديالهم في الاشهر الاولى كان كيعطيهم يعني الراتب ديال الكراء من بعد قالوا لي ما بقاش عطينا البارح كيتفاجئ بدون ابلاغ ديالو بدون ما يبلغوه بالافراغ كيتفاجئ بالسلطات المحليه ورجال الامن جاوا وحكموا عليه بالافراغ وخرجوه من المنزل ديالو والغريب في الامر ان مازال حوايجو داخل هاد الشقه هادي مازال حوايجاتو داخل هاد الشقه وداخل هاد المنزل هذا هاد السيد هذا ما عنده لا حنين لا رحيم سوى المغاربه كنت من الناس الجمعيات والناس اللي في قلبهم الرحمه والمحسنين انهم يتعاونوا معاه الرقم ديالو 06 76 50 29 53 06 76 50 29 53 عفوا مشاهدينا الكرام الله يجازيكم بالخير اتصلوا بهذا السيد هذا وعاونوه ولو غير بالقليل غادي نودعوكم على امل نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء.